مخاطر كثيرة للاستخدام السلبي للإنترنت في كل دول العالم. أنا رحت كثير من دول العالم، كثير يعني حوالي 5 فما فوق دولة أجنبية. يستند الرجل على خبرته الطويلة في الأسفار، كيف لا وهو الذي جاب 5 دول. لا يمكن إرجاع ثقة وزير الاتصالات في جماعة الحوثي وهو يستطرد في حديثه مبررا قطع خدمة الإنترنت إلا إلى الجهل، فوحده الجهل من يعطي ثقة عمياء كهذه. يحاول الاختباء وراء مغالطات من قبيل الحرص على الأطفال، متناسياً أن جماعته تسوقهم إلى محارق الموت في جبهات القتال. اللافت أيضاً في حديث الوزير الحوثي هو محاولة حصر الاستفادة من خدمة الإنترنت على طبقة معينة يسميها هو بالطبقة المثقفة، وربما يصبح الإنترنت حصراً لمن اصطفاهم الله من آل بيت رسوله وفق الاعتقاد العقائدي لتلك الجماعة. هذا نهم، هناك نهم وهناك سوء استخدام بشكل كبير جدا على الانترنت. يعني ايضا الاطفال، النساء، ابناء الطبقات غير المثقفه في العالم الاخر لا يستخدمون الانترنت الا بشيء يعني، او يخضع لدورات تاهيليه حتى يتم منحه حق استخدام الانترنت. وراء كل هذا الحديث هنالك هدف واحد، عزل اليمنيين تماما عن العالم حتى يسهل تدجينهم والسيطره عليهم، وتلك سياسة متبعة منذ عهد الأئمة أسلاف الوزير الحالي، عوضا عن ملابسات التوقيت الذي تم فيه قطع الإنترنت عن اليمنيين بحجة انقطاع الكابل البحري في قناة السويس. وإلا كيف يمكن فهم سياسة الترشيد في بلد يستخدم فيه جل سكانه ما يوازي استخدام شخص واحد من تلك الدول التي زارها الوزير؟ وزارة الاتصالات استدركت حديث وزيرها ونشرت خبراً محتواه أنه تم استعادة لينك بسعة 20 جيجا كحل إسعافي لحين استكمال صلاح الكابل البحري المقطوع الذي لم تصرح الشركة المالكة له عن تعرضه لأي أضرار، بعكس ما تدعي السلطة الحاكمة في صنعاء. وذاك يعني أن الجماعة تسعى ربما إلى فرض مزيد من الحصار على اليمنيين في الداخل، حصار سيمتد إلى شاشات الموبايل الشخصية.